ماله قمر، والله قمر ما جيناش على باله، مال القمر ماله. الله يرحمك يا استاذ، كنت سابق عصرك. ليش اتأخرت يا دوحة؟ تعالي لي يا دوحة تعالي، اتأخرت علي واني على الأرض. ما جيناش على بالو، مال القمر مال توحة. ليش اتأخرت يا توحة؟ وانت تعرفين ان الحالي بالشقة، قصدي يعني مشان تروقين الشقة وتنظفينها. يا شيخ انا جاية في ميعاد. زين اقول لك، ادخلي المطبخ واعملي لي من تحت دينك الحلوين هذولا وجبة اكل، لاني جوعان، انا جوعان يا توحة. عناية توحة. اقول لك، نادي على البواب من شباك المطبخ وقولي له يطلع لي الحين. ماشي يا شيخ. وبعاد كنتم ولا قريبين، لمرادنكم دايم سالمين، وليلة ليلة 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 ليلة. اقول لك يا حاج، تروح الحين عند ابو الكوامل، تعرف ابو الكوامل؟ تقول له انطيني الامانه للشيخ عبد الله، ها؟ خذ ادي له الفلوس وقول له انطيني الامانه للشيخ عبد الله، فهمت؟ فهمت يا باشا. ما تتاخر، يلا. اوكي يا باشا. يلا ما تتاخر. حاضر. وبعاد كنتم ولا قريبين، لمرادنكم دايم سالمين. خير يا شيخ عبد الله؟ عاوزني اطبخ لك حاجه غير الكوسه؟ توحتي انا شفت نفسي متوحش بالصاله، قلت اجي اتسلى وياكي. طب ما تقعد بره في الصاله احسن، تقعد على الكنبه تتفرج على المسلسل، تفتح كده المكيف، ده حتى الجو هنا يعني خنقه وحر. حر؟ انا اللي حران يا توحه، بس الجو هين منعش. ما تجيب من الاخر كده يا شيخ عبد الله، عشان يعني تريح وتستريح. احسن كلمه قلتيها يا توحه، جيبي انت من الاخر. من الاخر اللي في دماغك ده مش هيحصل ابدا. وان كنت فاكر انك انت مشيت مراتك وابنك وكابور عشان تستفرب بيا، مش هيحصل. وسيبني في حالي بقى، خليني اطبخ ولا اسيب لك البيت وامشي؟ لا تمشيني تروحين فين وتسيبيني لحالي يا توحة؟ ماله حالك يا اخويا، ماله حالك، حالك احسن من حالي. ما تسيبني في حالي بقى، كفايه الغلب اللي انا فيه. غلب؟ ليش غلب يا توحة؟ ليش غلب؟ توحتي اني بير ماله قرار، فضفضيلي قولي اللي نفسك بيه يا توحة وانا اسمعك. توحتي اني ربنا بعدني مشان احقق لك احلامك، تبين فلوس انطيكي، تبين ذهب اجيبلك، امريني بس يا توحتي. لا تامرني ولا امرك، خد بعضك واطلع اقعد بره بدل ما اسيب لك البيت وامشي. خلاص خلاص خلاص، ما تتعصبين، اهدي. ما تنسينا الكوسة، أريد أكل كوسة. كوسة في دماغك؟ لو ما جيتيش ليه أول ما اتسرقت يا بنتي؟ على الأقل كنا عملنا نشرب أوصاف العربية وجبناها بدري. والنبي يا باشا، ما أعرف إيه اللي حصل. أول ما اتسرقت اتشال التفكير، قمت رايحة على بيت أمي على طول، ويا ريتني ما رحت لها. ليه؟ ما فيش، الولية مش مصدقاني. سألتني فين الفلوس؟ قلت لها اتسرقت. قالت لي يا اما الفلوس يا اما مالكيش اكل في البيت. مالكيش اكل؟ يعني ايه الكلام ده؟ هي كده
يا الفلوس يا مفيش اكل في البيت. طب بذمتك يا باشا هشهدك، انا كبيره واقدر استحمل ما اكلش، لكن ذنبه ايه الواد ما لعبتني ما ياكلش؟ لا اله الا الله. طب اهدي طيب، هتتعدل. والله يا باشا سلمى فلوس ومش عارفه هرد الدين اللي عليا ازاي. خدي خدي امسكي دول. لا يا باشا ما يصحش يا بنت، امسكي سد دونك وهاتي بدل البضاعه اللي اتسرقت. ربنا يخليك ليا يا باشا، ربنا يكرمك دنيا واخره. انت هتقعدي تدعي لي بقى ساعتين؟ بدهم سلف، انا مش بديهم لك كده يعني، بس اول ما الدنيا ترستع معاكي هتيجي تجيبيهم لي تاني. حاضر يا باشا، هستأذن انا بقى. اقعدي يا ولد. تقوم يا باشا. بقول لك ايه، ايه رايك تشتغلي حاجة تانية جنب الدلالة دي؟ هشتغل ايه بس؟ والاقي وقت منين يا باشا؟ شغل كتير يا بنتي، هنزلك عند واحد مخدماتي يوديك عند واحد تشتغلي عنده في البيت. شغالة يعني يا باشا؟ ماليش فيه، بعدين لمؤاخذة يعني هو حضرتك متفق عليا انت وامي؟ امك؟ امال انا شغالة؟ مش احسن من لافة في الشوارع ليل ونهار وفي الاخر تجيلي مضروبة ومعيطة؟ انا يعني يا باشا لا مؤاخذه يعني ماليش خلق يعني حد يتامر ويتشرط عليا ويقول لي شيلي ده من هنا وروحي اقعدي هنا وما تتحركيش من هنا، ماليش خلق لده يا باشا. وزه لو قلت لك ان انا عايزك تحطي عينيكي على الراجل ده تراقبيه يعني هتقولي لا برضو؟ يعني انت يا باشا عايز اشتغل مخبره مع حضرتك؟ اه مخبرة مع حضرتي. معاش ولا كان يا باشا اللي يقولك على حاجة لأ ولا يرفض لك طلب. اتفقنا يا وزة، هبعتك لواحد مخدماتي اسمه عم نوح، هو ده اللي هيوديك عند الراجل اللي أنا عايزك تروحي عنده. حاضر يا باشا. حاضر. يلا. توحة توحة خليك انت يعني راح افتح الباب، روحي كملي شغلك بالمطبخ. اطبخي لي واكل زين حلو. يلا يا توحة. يلا يا توحة. ابو الكوامل على وش التأخير يا ابو الكوامل؟ اعمل ايه بقى؟ على ايام الراجل العطار عمل لي الخلطة واداني الحجر خد. ايش حجر جهنم. حجر جهنم؟ حجر جهنم يعني ايه؟ شيت بالعالم؟ لا شيت بالعالم ايه؟ ما توديش نفسك في داهية. الخلطة هي اللي هتتدوب في مية وتشربها، الحجر ده بقى تدهن بيه. عليم والله شكلها وصفة زينة يا ابو الكوامل. اي خليك نار. تريد اصير نار؟ انت ما تريد؟ لا لا خلي بقى تجيب واحد بس على قد ما ايدك تطلع. ما يصير، اشكرك يا ابو الكوامل. بسم الله ما شاء الله. الف سلامة. الله يكرمك. بامان الله، ادعي لي يا ابو الكوامل. الله حجر جهنم.